اهلا صحابي الاعزاء، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي تشارت معكم في الفيديو ديال الكبوك اللي غيدوز من هنايا الفوق. قلت لكم بنات واش بغيتو ندير لكم فيديو ديال طوندونس ولا تندنسيا ديال هذا الخريف هذا، قلتوا لي عواطف ديال انها بزاف منكم في التعليق ودرتوا بزاف ديال لايك الفيديو، لهذا حسيت بكم بغيتوه قلت علاش لا غادي نشاركوا معكم. بغيت نقول لكم انه هذا الفيديو هذا درته من كل قلبي، خدمت عليه بزاف 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 بزاف. الا غبرت عليكم صراحه ما بغيتش ندير حتى شي فيديو حتى نحط لكم هذا الفيديو هذا، وصراحه مع اول مره غندير هذا الستيل هذا بالفيديوهات في قناتي جاني شويه صعيب كيفاش نخدمه ولا كيفاش نشارك معكم ونوصل لكم شنو خارج الخريف بطريقه زوينه وما تقنطوش معايا في الفيديو. ولهذا كنتمنى من ربي يعني وكنتمنى من الله انه هذا الفيديو هذا يعجبكم، لانه كما قلت لكم خدمته بكل حب وبكل جهد. يا ربي يا ربي يعجبكم وصافي. ولهذا كما قلت لكم الفيديو غادي يكون فيه شنو هما الالوان اللي خارجين، شنو هما شنو هو البرينت اللي خارج هذا الخريف هذا. المهم غادي نحاول نهز داك الشيء اللي تقريبا تال انتباهي في هذا الخريف هذا. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، هو انه ملي كندير لكم بحال هذا الشكل ديال فيديوهات لوكبوك ولا هذا الفيديو مثلا ديال تندنسيا ولا شي حاجه، ماشي الهدف منه هو انكم تمشيو محلات وتشريو، ولا حقاش بزاف ديال البنات كيقول لي عواطف مثلا ما نقدروش نشري ولا هذا، ماشي من الضروري ان نشريو. مثلا انا كيعجبني ضروري نمشي للمحلات فاش كتكون شي تندنسيا جديده، نشوف شنو خارج، كنهز مثلا واحد الفكره من داكشي اللي خارج وكنجي كنسق حوايجي على مثلا عندي الوان نقولوا القهوي مثلا درج موضه هذا الفصل هذا، كنجي كنستعمل هذوك الحوايج اللي عندي بالقهوي وكنسقهم بطريقه زوينه اللي كتجي معها التندنسيا بلا ما نخسر فلوسي. هذا هو الهدف من الفيديوهات. الا كنتو باغيين تشريو باغيين ديروا شوبينغ تعرفوا شنو تشريو، ولا ما كنتوش بغيتو تشريو تقدروا تناسقوا ولا تعرفوا تلبسوا ولا تستغلوا الحوايج اللي عندكم، يعني في كل تندونس شنو خارجه. لحقاش كنظل القهوي يكون عندنا وهادشي كلشي غتشوفوا حاجه حاجه منه تقدر تكون عندكم في الماريوسين، ولا كنتو مشهيين شي حاجه من هادشي اللي غتكون خارجه مثلا تندنسيا تعرفوا شنو خارج وتمشيو تشريو هاد التندنسيا. المهم وحاجه اخرى هو انه بغيت نقول لكم انه الموضه ماشي من الضروري دائما نتبعوا يعني الموضه نقولوا لا خص الموضه داكشي كيلبسوا مثلا باساري لا سوا اللي يلبسوا، نو ماشي من الضروري. الموضه هو اننا نتبعوا داكشي اللي بغينا. مثلا انا الموضه نقدر كنتبعها واحد 20% ولا اقل، لحقاش انا الموضه ما كنتبعش داكشي اللي فيها 100%. اول حاجه لانه ما كيعجبنيش، اللي كيعجبني في الموضه هو انني دائما كنهز داكشي اللي كيعجبني وكنخلي داكشي اللي ما كيعجبنيش. لهذا مثلا الالوان درجه مثلا هذا الفصل هذا ما غنمشيش نلبس مثلا صفر مشعشع كما كنقولوا لي حنايا مثلا صفر نيون، لحقاش خارج موضه نو، بوركي انا داك اللون هذاك ما نقدرش نلبسو يعني مثلا لبسه كامله نو، لحقاش ما عاجبنيش ما غنلبسوش لحقاش خارج موضه. ملحق مثلا خارج مثلا برينت انيمال وانا كنحمق على البرينت انيمال غادي نلبسو، ولا مثلا برينت انيمال كنشوفو كيدير انتباهي الناس لابسينو بالحق انا ما عمري زعمت نلبسو، يعني فاش كيكون تندنسيا كنحاول كثر ما كنشوفو مثلا كيدخل ليا لقلبي وكنقول لا خصني نجرب ندير شي لبسه بهذا البرينت هذا. غير هو دائما كنبدا بشويه، مثلا كنعجبني شي ستيل مثلا شي لون ولا شي برينت اش كندير، كناخذ الساك مثلا بهذاك مثلا نقولوا برينت فلورال ولا برينت انيمال، كناخذ الساك ولا صباط، يعني ما كنشريش اللبسه كامله باش من كاول مره ما تبانش اللبسه جريئه وتقدر انا ما تعجبنيش وصافي ما بقيتش لبسه داك البرينت. لهذا كنبدا بالساك ولا بصبيبات، يعني ما كنزعمش دقه واحده سينو غير بشي لي زاكسيسوار اللي كندير بهم اللبسه وصافي. ولي زاكسيسوار دائما كيبقاو زعما كينفعونا واخا كتفوت الموضه ماشي بحال اللبس. يعني هذه نصيحتي لكم، مثلا لو بغيتو ساك بالصفر نيون مثلا لبسه بالصفر نيون لحقاش خارجه موضه من الاحسن تشريو ساك ولا صبيبات ولا سميطه، يعني ماشي من الضروري تشريو مثلا لبسه كامله ولا تشريو مثلا بلايزر ولا هذا، لحقاش تقدر دوز الموضه ما غاديش تستغلوا. ولكن لي زاكسيسوار كيف ما كان الحال كنعرفوا كيفاش ننسقوهم مع حاجات اخرين ولا مع موضات ماجين، يعني نقدروا نشاركوا مثلا الصفر مع شي الوان اللي كتكون مثلا درجه في فصل الربيع، لهذا تكون عندنا مثلا حاجه ديال هاد التندونس هذه نستغلوها حتى فصل الربيع مثلا. هذه هي الفكره صراحه، انا يعني هذه الفكره بغيت نوصل لكم ان الموضه ماشي ضروري نتبعوا دائما هادشي اللي غادي تشوفوا دابا، سينو نجينا الهام كيفاش ننسقوا حوايجنا ولا نقدروا نلقاو شي حاجه ما كناش ما كنشوفوهاش ما قدر ما عمرنا جربنا نشوفوا واش تعجبنا. الموضه كتخلينا نجرؤوا ونجربوها، انا هذه هي وجهه نظري ولا الفلسفيه ديالي من ناحيه الموضه، يعني ماشي دائما خصني نتبع كلشي شنو كاين خارج موضه، سينو كنهز داكشي دائما اللي بغيت. ولهذا هزوا داكشي اللي بغيتو وخليو داكشي اللي ما بغيتوش. واول حاجه البنات غادي نبداو بها في هذه الفقره هذه ولا في هذا في هذه التندنسيا ديال الخريف، غنبداو بالالوان اللي دارجين هذا الخريف هذا. اول لون البنات اللي غادي تشوفوه هو ميركات، اللي هو واحد اللون القهوي، قهوي دارجه البنات بجميع درجاته، تقدروا تشوفوه في يعني من اغمق قهوي حتى الافتح قهوي. لهذا اللي عندكم القهوي استغلوه هذا ركزوا عليه في هذه الفتره هذه، لانه دارج بزاف 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 كما قلت لكم بجميع درجاته. غنبقى دابا نخلي لكم جميع الالوان اللي دارجين على الموضه هنايا والاسماء ديالهم الا كنتم مهتمين بالاسماء ديالهم. اللون الاخر هو الخضر، زرق غامق،
الابيض واحد البيض البنات اللي هو فاتح واحد البيض مشعشع يعني داك البيض اللي كتشوفوه كيجيك واو بحال زعما مضوي ما عرفش البيض كنا عارفينه فاتح سي ولكن زعما بغيت نشرح لكم انه واحد البيض مضوي ما عرفش كيفاش المهم انتم كتشوفوا الصوره ديالو واحد البيض زوين يعني كتعشقي تشوفيه انا كنحماق على هذا النوع هذا من البيض لهذا هذا البيض هذا دارج هذه الفتره هذه الجريس باستيل ولا الرمادي باستيل يعني الفاتح ليموني البنات ولا لوغونج اللي هو حتى هو شويه مشعشع يعني نقولوا نيون والصفر نيون صفر مشعشع البنات يعني دوك الالوان اللي كيكونوا كيبانوا من بعيد هما دارجين على الموضه نصيحتي لكم في هذه القضيه البنات ديال الالوان نيون لما كنتوش كتزعموا عليهم كما قلت لكم في الاول هو انكم مثلا اناش كيحمقني الالوان النيون ولكن في لي زاكسسوار الصغارين مثلا سميطه ساك صغير كنحمقني من ديما كان يعني كان في بالي بغيت ندير شي تنسيق اللي يكون فيه داخل فيه صفر مشعشع يعني في السميطه ولا في الساك لحد الان باقي ما درتوش ان شاء الله ملي غنديرو غادي نشاركوا معكم الموف البنات باستيل هي الموف بارد على بجا على لافاندا الباج بارد البنات حتى هو دارج هاد الفتره كما قلت لكم القهوي من القهوي حتى الباج راهم كاملين دارجين هاد الفتره هادي هاد الزرقاء البنات وهاد اللون هذا الزيتي اللي كنحماق عليه كما كتعرفوني البنات اللي متبعيني في انستغرام كتشوفوني كنلبسو بزاف كنحماق انا على هاد اللون صراحه عزيز عليا يعني واخا ما يكونش دارج موضه انا غادي نلبسو اكيد ولكن من الالوان المفضله عندي صراحه والليموني ولا لوغونج اللي هو ماشي زعما نيون الاحمر البنات الكرونه من الالوان اللي كنحماق عليهم البنات تاني اللي متبعيني وعارفين كنحماق عليه كنديرو بزاف ماشي بزاف ولكن من الالوان اللي كيعجبوني صراحه عندي يعني عندي في الصاك في التاكيطات في الزيوفه يعني كيعجبني ناخذو لحقاش كيجي معايا تاني هاد القضيه بغيت نقول لكم البنات هو الالوان عاوتاني انا كيحمقني ناخذ الالوان اللي كيجيو معايا وشي مرات نجرب الوان اللي ما عمرني تجرأت نديرهم نشوف باش نشوف واش جاوا معايا لحقاش لما جربناش ما نعرفوش شنو كيجي معانا ولكن انا مثلا من النوع اللي كناخذ الالوان واخا ما يكونش دارجين على الموضه لقيت شي حاجه عجباني كناخذها ولا كنلبسها لانها كتجي معايا وداك اللون كيعجبني واخا ما يكونش دارج على الموضه ماشي من ضروري نلبسو دائما الالوان اللي دارجين على الموضه يعني نلبسو داكشي اللي كيعجبنا ولكن نحاولوا نجربوا الالوان اللي دارجين على الموضه يقدروا نلقاو واحد اللون اللي ما عمرنا جرانا نلبسوه يعني يعجبنا وهاد الزرق هذا اللي حتى هو واحد الزريق زويون مشعشع ما كنزعمش عليه ولكن زوين يعني نشوفه والصفر ودابا البنات من بعد ما سنا الالوان غادي ندوزو تقريبا نشوفو شنو غتلقاو هاد التندونس هادي في المحلات يعني تقريبا ديال الموضه ولا الماركات العالميه ولكن نركز لكم اكثر على المحلات ديال الموضه وغادي نقلب لكم بنات اللي محجبات على ملابس مثلا من شين لحقاش نعرف شين كلكم كتعجبكم وتقدر اي بنت في اي بلد تقدر تقدم منهم لهذا غنشوف لكم ملابس للمحجبات كيف ما قلت لكم يعني انا فيديوهاتي كلهم خاصين يعني كنهضر كمحجبه كيعجبني نشارك هادشي مع المحجبات لهذا غنشوف لكم ملابس طويله اللي هما خارجين للطوندونس بالنسبه للبنات اللي بغيتو تاخذوهم غادي تلقاوهم فشين انا غنخلي لكم الصور دائما في الاخر المهم غنخليهم لكم راه غادي نعلمكم دابا غادي نوريكم كيف ما قلت لكم اشنو هي الحاجه اللي غتلقاو في جميع المحلات اللي دخلتو اليوم واحد اللون كيف ما قلت لكم هو القهوي غتشوفوا هنايا التصاور خارج كيف ما قلت لكم في السراول في التيكوات في التشاكيطات في لي زاكسسوار في السيكان يعني خارج كلشي بكلشي 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 لهذا كما قلت لكم ركزوا لي على هاد اللون اللي عندكم في الماريو جبدوه هاد التندونس هادي استغلوا الفرصه دابا البنات غادي ندوز لي شنو هو البرينت اللي مركزين عليه ولا اللي خارج هاد الخريف هذا وتا هو غادي تلقاه في جميع المحلات كاين في جميع ستيلات البنات فهنا غتشوفوا هنا واحد القميجه بيضاء خارج في الالوان تا هو كما كتشوفوا هنا الالوان اللي كنشارك معكم هنايا يعني هاد البرينت هذا سميتو برينت ايكونيكو ما عرفتش صراحه سميتو باللغات الاخرى لهذا الا كانت عندكم شي فكره قولوها لي في التعليق وهنايا نخلي لكم هاد القميجه كرونه حتى هي كما قلت لكم كاينه في شين طويله وفيها يعني بهذا البرينت هذا ايكونيكو في نفس الوقت بالكرونه كما قلت لكم اللي هو دارج على الموضه لهذا دخلوا الشين راها كاينه قلبت لكم عليها ولقيتها كما قلت لكم طويله تليق بالمحجبات وهنا غنخلي لكم وحده اخرى اللي بحالها كاينه في زارا بحالها بحالها بحال البنات شفت الناس اللي لابسين ديال شين وشفت الناس اللي لابسين ديال زارا يعني كيبان بحال بحال واكثريه ديال الفنانين لبسوا هذيك السوا هذه هو انها ديال شين كلون ديال زارا يعني تقريبا نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء ما عرفش نفس التوب هذا ولكن نفس الشيء يعني في الشوف لهذا لك تو كيعجبكم هذا البرينت ولا بغيتوا تزعموا عليه هذيك السوا راه زوينه شي حاجه زوينه للمحجبات لحقاش كتجي طويله حتى لحد الرجل يعني غتحتاجوا غير زويف وتناسقوها غير مع لي زاكسسوار اما هي راه ما تحتاجوش يعني شي حاجه اخرى معها كتجي زوينه في اللبسه المهم قلبوا عليها فشي راه غادي تلقاوها والثمن ديالها جد مناسب مقارنه مع زارا ودابا غادي ندوزو البرينت الاخر اللي درجته على الموضه اللي هو البرينت انيمال في جميع الالوان البنات سي يعني دائما هو صراحه كيخرجوه يعني في القهوي في الكحل والبيض ماشي بزاف شفتو
ولكن هذا العام خارج بزاف الالوان نيون، الالوان مشعشعه كيف ما كنقول لكم دائما. يعني دوك الالوان اللي كيشوف كتشوفوهم من بعيد، مثلا تشوفوا هنايا واحد الصوره اللي خليت لكم فيها جميع الالوان تقريبا اللي خرجوا فيها البرينت انيمال، اللي منه البرينت ديال النمر وديال الزيبرا، ولكن الزيبرا ما كثيرش، اللي كثير وبزاف بزاف غتلقاوه جميع المحلات يعني بالتاكيد هو ديال الافعى وديال النمر. كتشوفوا هنايا مثلا واحد الشال، صراحه درت واحد الكومبيناسيون زوينه، ما عمرك كنت غادي نزعم نشوفها يعني نلبسها ولا هذا، ولكن عجبني في هذا الفولار اللي غادي تشوفوه هنايا، جا فيه بحال الورد ومن بعد داخلين فيه البرينت انيمال، يعني داخلين فيه الالوان الورود وفي نفس الوقت البرينت ديال النمر، صراحه اللي عجبني بزاف بزاف بزاف. يعني هذه خرجتها لا مارك غويس ولا غيس كما. ودابا غادي نوريكم بعض اللبسات اللي غادي تلقاو بحالهم يعني في شين. مثلا كاين هذا القميجه اللي غتشوفوا هنايا، شفتوني بحالها خديتها من شين، كاينه بحالها في زارا، ولكن في زارا غاليه، يعني غاليه بزاف على ديال شين، لهذا الا كنتو مهتمين وعجبكم هذا الستيل وما بغيتوش تخسروا فلوس بزاف، ها هي كاينه الكلون ديالها في شين. وريتكم هنايا ديال شين وريتكم هنايا ديال زارا باش تشوفوا يعني زعما بانه راه ما كاينش الفرق بزاف. التوب صراحه ما قصتوش، ولكن من الشوبه كيف ما قلت لكم راها كلون يعني كتشبه بزاف ولا بحالها، بحال يعني ديال شين بحال ديال زارا. وهنايا غنخلي لكم واحد السويتر حتى هو كاين في شين اللي داخل فيه الغوز، اللي الغوز تا هو راه خارج تندونس واخا ما قلتوش لكم، ولكن غتشوفوه من هنايا لقدام الغوز خارج تا هو في واحد الغوز زويون، جوج الغوزات اللي خارجين بزاف هاد التندونس هادي دابا تشوفوهم كما قلت لكم لقدام. كاين هاد السويتر هذا في شين اللي هو جا بالغوز وداخل فيه الكري والكحل، ان شاء الله ملي غادي يوصلني غادي نشارككم معكم في شي لوك بوك ديال تندونس. بغيت نقول لكم الا بغيت ندير لكم يعني انه هو غادي نديرو لكم، ولكن الا بغيت نديرو لكم في اقرب فرصه يعني منين نجمع الحوايج اللي عندي ديال تندونس اللي نقدر ندير لكم هاد الخريف، قولوا عليا في التعاليق ثاني باش نحطو لكم قبل ما نحط لكم حاجات اخرى، اللي هو ندير لكم فيديو خاص بشنو هما الملابس اللي عندي ولا كيفاش ننسق الحوايج اللي عندي اللي هما تندونس دابا حاليا في هذا الخريف هذا. هنا غنخلي لكم واحد البلايزر اللي غادي تشوفوها تاعي في جميع المحلات، اللي هي بلايزر ديال الافعى، وهنا غنخلي لكم الكلون اللي تاعي ديال شين، ولكن كاينه بحالها في زارا وستراديفاريوس. حق البنات اللي ما كتبغوش تخسروا الفلوس بزاف ولا ما تقدروش تخسروا الفلوس بزاف، تلقاو هاد الاوبسيون هادي في شين. ونيت نفسها، ولكن هذه ديال البرينت ديال النمر حتى هي كاينه نفسها في جميع المحلات ديال الموضه، وحتى هي غادي تلقاوها في شين. وغنخلي لكم هنايا واحد على شكل امريكانا ولا ريبيكا، اللي هي التوب ديالها حريري، حتى هي ديال النمر كيف ما كتشوفوا كتلبس مفتوحه، لكن كيعجبكم التوب يعني بحال شويه حريري، ها هي حتى هي دي كاينه في شين بالنسبه للمحجبات لانها طويله بزاف. وغنخلي لكم هذه الكسوه هذه حتى هي راها طويله حتى هي، ولكن ما جاتش طويله حتى لعند الكعب، بالحق طويله بالنسبه للمحجبات حتى هي ديال النمر. وغنخلي لكم هذه حتى هي طويله يعني بزاف، هذه بالنسبه للمناسبات اللي بغيتو تضيفوا عليها غير شي سميطه من الوسط ويك زوين زيب وصافي، يعني هادو غادي يجيو زوينين. وغنخلي لكم هنايا حتى هي هذه الكسوه هذه اللي كانت كتعجبكم، حتى هي التوب ديالها حريري، حتى هي جات في صديفات من هنايا وكتجي واسعه من التحت وطويله حتى هي كاينه. المهم ماشي كلشي اللي وريتكم في الاخير راه كاين شي، نقلبوا عليه راه غادي تلقاوه اكيد. البرينت الاخر البنات ولا الاستامبادو اللي خارج بزاف ثاني هذا الخريف هو الطرطان، كيقول لي سميه اخرى ولكن انا كنقول لي دائما الطرطان وكنعرفو بالطرطان، اللي هو هذا المربعات اللي كتشوفوني في الصور اللي ديما عرفناه انه كيلبسوه البنات البنيتات في الصايات ولا الفالدات ديالهم اللي كيمشيو بهم للمدرسه. هذا البرينت هذا خارج دارج بزاف 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 هذا الخريف، لهذا كنظن اكيد غتكون عندكم شي حاجه في الدار من هذا الستامبادو هذا، لهذا الا عندكم استغلوا حتى هي هذا الخريف هذا، ما تخليوهش غير محطوطه، يعني خارج في جميع في جميع في جميع حتى هي في جميع الانواع ديال اللبس، في السراويل في التشاكيطات في كل شيء. كما كتشوفوا هنا خلي لكم واحد القميجه سروال، يعني دايرينه بالالوان والاشكال، دايرينه بلايزر هما بالالوان، دايرينو ماركات عالميه ككونخونتو ولا كتراخي، ولكن بالفالده والريبيكا، لهذا تقدروا مثلا الا كان كيعجبكم تكونوا جريئين جويه تقدروا تلبسوه حتى في تراخي يعني كومبليتو وبالالوان مخلطين، ودايرينو يعني مدخلينو حتى مع الجين والكوير يعني بحال تراخي، ولكن ديال الجين وداخل فيه شويه ديال الكوير والالوان، يعني صراحه كومبيناسيون شويه جريئه ولكن زوينه. غنخلي لكم شنو هما الاوبسيونات اللي تقدروا تلقاو في شين. غنخلي لكم هنا واحد القميجه ولا كسوه، ولكن هي زعما ستيل ديال القميجات، هي كتجي طويله وجات بالكرونه داخل فيها البيض والكحل، المهم راه كتشوفوا الصوره. غنخليها لكم هنايا وكيجي فيها الحزام ديالها، وتا هي تلقى اكيد محجبات لانها طويله بزاف، يعني ما كتجيش طويله حتى لعند الكعب، ولكن كنظن كتجي من فوق الركبه ولا من تحت الركبه. وحاجه اخرى غنخلي لكم ثاني هي هاد التشاكيطه ولا هاد التشاكيطه، ولكن ماشي سخونه بالحق من هاد، المهم انتما كتشوفوا ستيل كي داير، تا هي داخل فيها الطرطان هذا وداخل فيها الزرق اللي خارج موضه، لذلك كنتو كتزعموا على هاد الكومبيناسيون راه شي حاجه واعره وكاينه في شين. وحاجه اخرى اللي عجبتني وتا هي اكيد غتوصلني يعني عما قريب وغندخلها لكم في الفيديو اللي قلت لكم، اللي هي هاد التشاكيطه هادي، كتجي على شكل بلايزر طويله ولكن كيجي من هنايا الطرطان داخل فيها واحد الخطيط، ومن اللور كتجي سامبل يعني لون واحد اللي كيجي واش كحل ولا زرق مغموق. المهم غتوصلني ان شاء الله غادي نشاركها معكم. و
ودابا البنات غنخلي لكم بعض الصور ديال اش تكون لما الماركات ولا باش تشوفوا يعني ماركات عالميه اللي لبسوا هاد الالوان هذه اللي درجه على الموضه في الباساريلا ديالهم اللي هما اول لون زعما اللي لبسوه يعني ماركات عالميه. غنخلي لكم هنا الصوره بالاسم ديال الماركه اللي كان كيهمكم الشيء اللي كيهمكم الامر. اول لون هو الموف كما كتشوفوا ثلاثه الماركات يعني صمموه في ملابس ديالهم كما قلت لكم اللي هو دارج بزاف على الموضه ما عرفش يعني دارج حتى هو في جميع درجاته اللي وريتكم سبق وريتكم هذا يعني باستيل وهذا كما كتشوفوا شويه غامق. اللون الثاني هو صفر نيون كما كتشوفوا حتى هو من جميع ثلاثه الماركات هذه اللي لابسينه دابا يعني اكيد غيكونوا ماركات بزاف اللي خرجوه ولكن كنوريكم انا بعض الصور اللي لقيت بنشاركهم معكم وتشوفوا يعني كومبيناسيون ديال الماركات العالميه كيفاش يعني كومبيناوه. وانا غنخلي لكم الاحمر اللي هو احمر شويه يعني شويه مشعشع ماشي احمر غامق حتى هو كيفاش لبسوه ماركات عالميه. وهنا غنخلي لكم الغوز اللي هو واحد الغوز بيبي زوي وانت ولا عندكم هذا الغوز هذا حتى هو خرجوه من الماريو لانه دارج على الموضه وهكذا يعني صمموه الماركات العالميه. نخلي لكم اللون الزيتي اللون صفر هنا كما كتشوفوا اللون صفر داخل معاه البرينت انيمال اللي هو ديال النمر. الاحمر اللي هو شويه مغموق الغوز دا واحد الغوز اللي هو شويه غامق على السبق اللي وريتكم وكما لاحظتوا في الصور البنات كاين هنايا يعني دايرينهم جميع يعني التكستورات يعني بالكوير بالبرينت انيمال وبالسامبل يعني دايرينو بزاف ديال التكستورات ولا بزاف ديال البرينت اللي خارجين دابا على هاد الخريف هذا. الكرونه الليموني كما كتشوفوا الليموني تا هو برينت انيمال يعني شي حاجه يعني كما كتشوفوا تقريبا كاملين دايرين هاد الالوان دايرين برينت انيمال يعني بالالوان اللي هذا يعني ما عرفت صراحه انا ما زعماش على هاد البرينت بالالوان ولكن ان شاء الله زعمت غتشوفوه في الانستغرام ديالي. الزرق هنا كما كتشوفوا الزرق دايرينه في الطارطان يعني في الكسوة اللي كاينه في الوسط ولا في القميجه اللي كاينه في الوسط اللي كتشوفوا يعني العريضه لابساه. وهذا الخضر هذا اللي تاهو كما قلت لكم درج على الموضه. تندنسيا البنات اللي خارجه وخارجه بزاف هما السراول الواسعين يعني بحال اللي دابا حيدوا حطوا على جنب السراول اللي كيجيو يعني مضيقين حتى لتحت خارج كثر السراول الواسعين كما كتشوفوا هنايا في الصور خرجوا تما في جميع الالوان بجميع الستيلات يعني اللي كيجيو واسعين اللي كيجيو الشكل ديال السراول ديال التراخي يعني خرجوا بجميع الالوان الالوان والانواع وخرجوا عاوتاني بنات الشكل التراخي ولكن واسع يعني كيجي كله واسع كيجيو فضفاض كما كتشوفوا هنايا بالاحمر يعني خرجوهم بجميع جميع الانواع والاشكال اللي هذا اللي كان كيعجبوكم السراول الواسعين غلبسوهم ولا مثلا البنات المحجبات اللي كتبغيو ديما تشريو السراول الواسعين ستيل اللي ما كتلقاوش ستيل ديالكم اكيد هذا الخريف غادي تلقاوه في المحلات لهذا ركزوا ليا في المحلات الا مشيتو قلبوا على ستيل ديالكم اكيد تلقاوه لانه مع درج موضه خرجوه كما قلت لكم في جميع الفصالات ما عرفت كيفاش نشرح لكم يعني في الواسع في اللي كيجي على شكل تراخي يعني خرجوه في جميع الفصالات لهذا اكيد تلقاو شي فصاله اللي كتعجبكم ولا كتجي مع الفورما ديالكم. ودابا غادي ندوز واحد شويه نخليكم بعض الصور اللي تشوفوا الحاجات اللي خارجين مثلا في التشاكيطاس هذا الخريف هذا بالنسبه للبنات اكيد كاي حاجه الحاجه اللي كنركزوا عليها دابا في هذا الخريف هما التشاكيطاس اللي كنلبسوا لهذا اول حاجه خارجه هما التشاكيطاس ديال الكوير ولكن بالتحت ديالهم الوان مختلفه على الفوق وخاصي كاينين حتى اللي زعما نفس اللون مثلا غتوصلني انا وحده اللي نفس هذه اللي غتشوفوه في الصوره دابا اللي كتجي كلها كوير من الكحله ولكن حتى من التحت كحله ولكن فيها زعما الزغب ولا الشعر ما عرفتش كيفاش نقول لكم زعما يعني فيها الشعر لهذا هذه خارجين موضه خارجين بالكرونه خارجين بالكحل وبالبيض من هنا يعني خارجين بحال فيهم جوج لوان في نفس الوقت خارجين في لون واحد كما قلت لكم الاستامبادو الطرطان خارج وخارج في الشعر يعني لو بغيتو تشريو مونطو ديال الشعر ولا مونطو عادي اللي كان ديما موالفين كنشوفو كما كتشوفو هنايا في الصوره وخارجين مونطو ديال الشعر قصارين وطوالين ولكن في الالوان كيف ما قلت لكم اللي خارجين دابا على الموضه وخارجين ثاني في الالوان يعني في نفس المونطو بالوان مخلطه ولا بلون واحد واكيد البرينت انيمال تاعو مخرجينه في المونطوات هذا العام يعني في المونطوات كما كتشوفوا اللي كيجيو كلاس انا كنحمق على هذا الستيل هذا شكون اللي بحال يقول لي في التعليق انا محبه هذا الستيل هذا ديال المونطوات لحقاش كيجيني الصراحه كيستيلي لك اللبسه واخا تكوني لابسه اللي لابسه وخصوصا مؤخرا كنقدروا نلبسوه مع كل شيء مع السبرديله مع الصباطالو نقدروا نلبسوه في اي مناسبه كيجي غزال يعني حتى لكنا معروضين ولا كنا خارجين خريجه عادي على حسب الكومبيناسيون معاش لبسناه كيجي زوين هذا الستيل هذا ديال المونطوات. وصافي صحباتي العزاز هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى من كل قلبي يكون عجبكم والله كيف ما قلت لكم خدمت عليه بكل حب بكل جهد باش يوصل لكم نوصل لكم شنو التندنسيا اللي خارجه اكيد ما نقدرش نهضر لكم على التندنسيا كامله لانه غيكون الفيديو طويل غتكون فيه الخدمه بزاف لهذا خرجت لكم واحد الجزء ولا واحد شويه من التندنسيا اللي خارجه اللي تقدر تعجبكم وتقدروا كما قلت لكم كمحجبات تلبسوهم يعني ولكن ركزت لكم اكثر على الحاجه اللي زعما مركزين عليها الماركات هذا الخريف هذا يعني هزيت لكم داكشي اللي تهتموا به ولا اللي مهتمين به جميع الماركات في هذا الخريف لهذا ما خليت لكم زعما شي حاجه
شي حاجه انتريسانتي سي ما هضرناش على الصبابط ما هضرناش على السكال لانه كنهضروا دابا على التندنسيه اللي خارجه في الحوايج وصافي. الا كنتو عاوتاني مهتمين اشتراسي يعني كاين اعجاب وعجبكم هذا الفيديو يعني كاين تفاعل ان شاء الله غنكثر لكم هذه الفيديوهات نهضروا على الصباب نهضروا على السكن نهضروا على كل ما يخص الموضه. الا شفت يعني كاين واحد التفاعل في هذه الفيديوهات هذو اللي غنبقى ندير لكم ديال الموضه كيف ما كنشوفوهم في مثلا في الفيديوهات ديال اللوك بوك اللي كنشارك معكم. وصافي صحاباتي الاعزاء هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى من كل قلبي يكون عجبكم يا ربي تستافدوا شي حاجه منه. انا متاكده البنات اللي مهتمين بالموضه غادي الموضه غادي يعجبكم وكيف ما قلت لكم الموضه البنات خذوا داكشي اللي كيعجبكم خليو داكشي اللي ما كيعجبكمش ماشي من الضروري نديرو كلشي اللي خارج على الموضه ولا لبسوا كلشي اللي خارج على الموضه سينو دائما ما نتخلاوش على الستيل ديالنا. اكثر حاجه كنت يعني انا كنهتم بها هو اللي نبقى في الستيل ديالي كيف ما قلت لكم نقدر نخرج من الستيل ديالي مره ولكن اكيد كنركز دائما على الستيل ديالي ما نمشيش منه دقه واحده سينو كنقدر مره نبدل شي لبسات ماشي الستيل ديالي ولكن دائما كنرجع الستيل ديالي يعني يكون عندنا الستيل ديالنا خاص. لهذا لقيتوا الستيل ديالكم دائما في الموضه غادي تبقاو تمشيو تهزوا الستيل ديالكم وصافي وتجرؤوا على شي حاجه ولا شي جوج حاجات من هذاك الشيء اللي درج على الموضه باش تشوفوا كيف ما قلت لكم واش جي معكم ولا لا. مثلا خذوا من هذاك الشيء اللي بغيتوا صافي ما عرفش المهم كنتمنى نكون وصلت لكم الرساله. لحد الان صراحه باقي عندي شويه صعوبات باش نلقى شي كلمات اللي هما نيت 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 بالعربيه كان كيجوني صعابين صراحه ولكن كنظن غتكونوا كتفهموني. لهذا صافي كنتمنى نكون طولت عليكم ولكن كنحاول نعطيكم زعما نعطيكم افاده اكثر نعطيكم افكار باش نتواصل معكم كيف ما انا كنفكر باش تفهموني وباش نوصل لكم الرساله ولا باش نوصل لكم اشنو انا بغيت نوصل لكم في هذا الفيديو هذا. بوسه كبيره عليكم طلعوا لي فراسكم حتى نتلاقاو في فيديو ولا فلوق ولا في انستغرام دابا نيت. باي عليكم.